وسط معتكر الصراعات الدائرة في ليبيا نتيجة التوغل التركي وزجها بالعناصر المتطرفة من فصائل التنظيمات الإرهابية المهددة للأمن القومي والإقليمي، حذر الكثير من المراقبون والمحللون في تونس من خطورة الوضع الأمني في طرابلس، الأمر الذي يهدد الأمن القومي التونسي أولاً والأمن القومي لدول الجوار الليبي والعربي برمته ثانياً، ما يساهم في تفتيت سيادة الدولة الليبية وتحويلها إلى مستودع للإرهابي. وبالخصوص أعرب المجتمع المدني التونسي أن البلاد تتخوف من تهديد إرهابي خطير وسط التجاذبات السياسية الداخلية والصراع بين مؤسسات الدولة التونسية، مع وجود عنصر إرهابي تابع لتركيا داخل منظومتها الحاكمة والمتمثل في حركة النهضة الإخوانية. وفي هذا الصدد أكد وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي عن تصاعد محاولات تسلل إلى التراب التونسي تزامناً مع ما تشهده ليبيا من أوضاع أمنية متوترة وتدفق السلاح والمرتزقة إلى أراضيها، بالرغم من انحدار الكثير من الإرهابيين التونسيين إلى العراق وسوريا للانضمام إلى العناصر المتطرفة في تنظيم داعش، حيث كشفت تقارير دولية في 2015 أن تونس هي صاحبة أكبر عدد من الإرهابيين المنضمين إلى صفوف داعش، والبالغ عددهم في الوقت الحالي 5500 إرهاب، لتنقل الاستخبارات التركية أكثر من 2500 من عناصر تنظيم داعش يحملون الجنسية التونسية نحو ليبيا. ويتضح ذلك عندما أعلن أردوغان بدء غزو بلاده لليبيا من داخل قصر الحكم في تونس أثناء زيارته إلى هناك في 25 من ديسمبر الماضي. كل هذه التهديدات على الساحة تزيد من الأخطار المرتقبة بالدولة التونسية، خاصة وأنه آلاء التونسيون العائدون من داعش لن يعودوا إلى حيث جاءوا في سوريا، بل سيعمدون إلى العودة إلى بلادهم والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس، كما يدخل وسط هذه الاختلالات إلى التجاذبات السياسية في الداخل التونسي بين حركة النهضة الإخوانية الموالية تماما لتركيا وتعمل على تنفيذ مشاريعها وأجندتها، والرئاسة التونسية التي تتخذ مواقف رمادية أحياناً جراء الأوضاع الأمنية في ليبيا.